بسم الله الرحمن الرحيم. روى الإمام النسائي بسند حسن: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كل يوم 100 مرة لم تصبه فاقة أبدا، يعني لا يصيبه فقر أبدا، إذن هي تنفي الفقر تبسط الرزق. هذا الحديث له شاهد يقويه، وحديث أيضا صحيح صححه كثير من العلماء، حديث الذي رواه ابن كثير وابن الطبري بإسناد لا بأس به، ورواه الإمام الحاكم بسند صحيح في المستدرك، ورواه الإمام البيهقي بسند صحيح من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قلت له: يا رسول الله، أسر المشركون ولدي وأصابتني فاقة. فقال له الرسول: اتق الله واصبر وأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله أنت وزوجتك. قال: فمكثنا أنا وزوجتي يعني نقول لا حول ولا قوة إلا بالله طوال الليل. فإذا بالابن يطرق الباب، الابن المأسور يطرق الباب في الصباح، فتعجب الوالد وقال له: كيف نجوت يا ولدي؟ قال له: لا أعلم يا أبي، ولكني كنت مكبلا بالأغلال، فإذا بالأغلال تنفك عني، فإذا بي حرا فخرجت فوجدت غفلة من المشركين، وكان معهم إبل، أو في رواية شاه غنم، فاستقت الإبل، أو وكأني يا أبي وأنا آتي إليكم وكأن الملائكة تحملني إليكم. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا بيقسم لا حول ولا قوة إلا بالله، إنسان تقي ويرزق من حيث لا يحتسب. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز عظيم الجلوس الجنة، لو قلتها مرة واحدة بس ربنا يديك ملك في الجنة أفضل من الكرة الأرضية كلها. لا حول ولا قوة إلا بالله تدفع 70 بابا من البلاء أيسرها الهم والفقر. لا حول ولا قوة إلا بالله شفاء من 99 داء أيسرها الهم، 99 داء. كتير من الشيوخ عالجوا الناس من السحر بلا حول ولا قوة إلا بالله. أخيرا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح للصحابي: أفلا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عارفين ده معناه إيه؟ معناه إن لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا اختارها من جميع الأذكار لتمثل جميع الأذكار، معناه اللي بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله كتير كل يوم يكتب عند الله من الذاكرين الله كثيرا والذكريات، ربنا اختارها لتكون بابا من أبواب الجنة. ما انت في باب اسمه الريان، في باب اسمه الصلاة، في باب اسمه الصدقة، في باب اسمه الحج، في باب اسمه الوالد للذين يبرون آباءهم وأمهاتهم ويصلون أرحامهم، في باب اسمه الجهاد في سبيل الله، في باب اسمه الأيمن الذي يدخل منه الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ويشاركون جميع الناس في جميع الأبواب، وباب لا حول ولا قوة إلا بالله. فيا ريت كثير من الناس بيقولها 1000 مرة كل يوم، يا ريت نقسم لا حول ولا قوة إلا بالله مع احتساب كل الأجر اللي احنا كلها. أقول قولي هذا، أستغفر الله.